الأول وحدي قابلت أسدا غريبا ولم أعد بمفردي. قال هو أذكى وأقوى والعرش لمن يستحق، بمساعدتي وزئيري معا نحكم لنفترق. فكرته أعجبتني وأنا كنت أقوى الأسود، لكنه كان مخادع له ثعبان حقود. فأصبت بنكبتي عندما قدت الحراس، قال عندي ترياق للسم طالما صرت له أسير، لكني فقدت صبري حطمتهما بالزئير. توقعت المديح من الملك لمعاقبة الغدار، لكن مفاسا اسماني سكار فتمنيت له الانهيار. بعدها اصبحت سكار عندما قدت الحراس، خطة قتل المفاسا فشلت بضياع الزئير، لكني نجحت في هذا وكان نجاحي كبير. ولولا سيمبا لصرت ملكا عظيم الشأن، ولهذا سأنتقم من سيمبا وكايون. الآن جرح يعرفه الناس، وعندما قدت الحراس ولهذا ما زلت كار، وسأقتل الحراس.